الآن خلينا نقوم بإضافة الفورم اللي يستقبلنا الداتا الخاصة في معلومات الطالب. فنفس الشيء يذهب إلى البروجكت مالتي وراح أقول له أوكي ضيف لي فورم جديد وليكن باسم فورم 1، ثم بعد ذلك راح أقول له آه. طبعا راح يعطيك إرر نفس المشكلة تحتاج أنه تحلها، تذهب إلى هنا هذا الكود وتبدي تاخذ الكود اللي موجود عندك بهذا الشكل، ثم ترجع مرة أخرى تفتح هذا الملف السي بي بي ثم تضعه بيست بالأسفل، لكن بدل لا يكون عندك ماي فورم تجعله ماي فورم 1، والفويد هذه بدل انه فويد مين الرئيسية اللي احنا اعتبرها موجودة راح اجعلها فويد مين 1. اوكي، طبعا الى الفورم المعني طبعا. فالان لو ترجع على الفورم وتبدي تفتحه راح يبدي يشتغل عندك بدون اي مشاكل. هذا هو الفورم، ابدي افتحه بهذا الشكل. الان خلينا نغير مجموعة الخصائص الخاصة فيه. في البداية ستارت بوزيشن راح يكون عندك الى السنتر، الاسم الخاص فيه راح يكون على سبيل المثال add students. اوكي، ثم بعد ذلك اذهب الى البوردر الخاص فيه اجعله نون حتى يكون عندنا بهذا الشكل تماما، تكون عندنا مثلا بهذه الصورة. ثم اذهب الى الباك كلر الخاصة فيه واجعلها بنفس الباك كلر الخاصة في البرنامج 45 45 45. اوكي، الان طبعا يمكن انه هذا راح يعتبر عندك فيكس، اذا انا ما احتاج الى عملية تقسيم الادوات مباشرة، راح ابدي انه ابدي بسقاطها. فحتى نختصر طبعا في الوقت، اخذ هذا كترول سي، اضع كترول في بهذا الشكل، هذا اللي راح من خلاله اقوم بعملية الغلط. طبعا راح يحتفظ في الخصائص الخاصة فيه ككل، يعني من انكور من كل شيء. اللي تحتاجه في عملية تحتاج الى بوتون يضيف لك يعني يعمل لك اد، فخليني اخذ هذا البوتون اللي موجود عندي، اخذه كترول سي، ارجع مرة اخرى اضع كترول في، انزل للاسفل، ابدي بتغيير التكست الخاص فيه الى اضافة. اوكي، وابدي بحذف، يمكن تقوم ايضا بحذف الايمج اللي هي موجوده طبعا عندنا، او تقوم بتغييرها الى اد. اوكي، الى اد الى الزر خاص في عمليه الاضافه اد، ينزل للاسفل. اوكي، خلينا نختار هذا يكون عندنا بهذا الشكل، ثم اذهب الى الفونت الخاص فيه، او اذهب الى الفورم هذا ككل وابدي بتغيير الفونت الخاص فيه. اوكي، فقط الفونت وليس الفونت سايز، فقط الفونت اغير الى LBC، ثم اقول له هنا اوكي حتى يبدي يغير لي، ارجع السايز مالته الافتراضي اوكي ليكون عندنا على سبيل المثال بهذه الصورة. الان طبعا هذا ابدي بتغيير الفون سايز هذا ايضا الى مقدار كم، مقدار 18 حتى يكون عندنا خاص في عملية الاضافة. نحتاج ايضا الى تغيير الباك كلر الخاص فيه الى على سبيل المثال نبدي باختيار هذا الباك كلر. اوكي، خاص في عملية الاضافة. طيب، اللي نحتاجه طبعا كمعلومات خاصة في الطالب ككل، فخلينا نختصر في الوقت، ناخذ هذا كوبي او ناخذ هذا كوبي، نرجع نقول هنا بيست، نحتاج الى اسم الطالب فنقول هنا اسم الطالب. اوكي اوكي، يكون عندنا بهذا الشكل. نجعل right to left yes، نحتاج الى اسم الطالب، اذهب واخذ text box، ابحث عن text box. اوكي، ضع text box بهذه الصورة، اذهب الى الفونت سايز الخاص فيها واجعله بمقدار 18، ثم تكون عندنا بهذا الشكل تماما. هذا طبعا يمثل لك يمكن انه نقوم بتصميم التكست بوكس على سبيل المثال، نذهب الى البوردر
يعني نعطي في التصميم معين خاص في التكست بوكس. نذهب إلى على سبيل المثال إلى تذهب لي إلى البوردر الخاص فيها وتجعلها هي الآن طبعا نون ككل. يعني يمكن أن تغير في الفلات ديزاين الخاص فيها، لكن هذا راح يسبب لك أنه تحذف البوردر، يعني فتحتاج إلى أنه تضعها داخل إيش تضعها داخل يعني هذا البوردر. لو قمنا بوضع على أساس يكون عندك fixed to single okay، يبدي باختيارها. لو تذهب لي إلى البوردر، أين هو البوردر؟ بوردر بوردر البوردر الخاص فيه أجعله نان. لما طبعا تجعله نان وتبدي بتغيير الباك كلر إلى نفس الباك كلر اللي موجودة عندنا في الخلفية 45 45 45، فراح لا يحتوي لك على أي 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 يعني أي بوردر. وبالتالي فيش تحتاج؟ تحتاج إلى أخذ على سبيل المثال ناخذ بانل، أوكي بانل، ونبدي نضبطها بهذا الشكل. وهذه البانل أبدي أذهب إلى البوردر الخاص فيها أيضا وأجعلها fixed to single، أوكي يعني تكون عندك بهذا الشكل تماما. أو لا، إنه نغير أيضا البوردر الخاص فيها إلى فقط للأسفل، وبالتالي راح تكون عندك فقط للأسفل، يعني البوردر ستايل الخاص فيها فقط. الآن إحنا نجعلها بهذا الشكل. الآن نأخذ هذه ونقوم بوضعها داخل إيش داخل هذه البانل، ونذهب إلى الدوك الخاص فيها. أوكي نذهب إلى الدوك، خاصية الدوك، ونجعلها إلى كبر البانل اللي هي موجودة عندنا. إذن هذه البانل راح تحتوي لك في الأساس التكست بوكس اللي موجود عندنا، فأي خصائص تبدي أنه تطبقها على البانل تبدي أنه تطبق على التكست بوكس. طبعا هذا التكست بوكس تحتاج إلى تغيير الأوتو سايز مالته، يعني تذهب إلى الأوتو سايز وتجعله بفولز، أور تذهب إلى المالتي لاين وتجعله يس، أوكي فراح يكون عندك بهذا الشكل تماما يعني. اوكي الان الان فقط نضبط السايز هذا ونبدي بالاستنساخ. ناخذ كنترول الاسفل، تحتاج ايش الى مجموعة المعلومات اللي انت تريد في عملية اضافتها، فتاخذها بهذا الشكل على سبيل المثال. نبدي باخذها ايضا بهذا الشكل، ونبدي نعمل لها الى التوب من خلال الاسهم. تحتاج الى بيكتشر بوكس على سبيل المثال، ناخذ صورة للطالب بيكتشر بوكس، اوكي ناخذ بيكتشر بوكس، نعمل تشوز، نذهب للايكون مالتنا الى اي صورة معينة، نعمل لها زوم، ونذهب ناخذ ليبل ليبل لينك لينك ليبل نضعه في الاسفل، ونذهب الى الفونت ايضا نغيره الى 14، اوكي ونغير التكست الخاص فيه الى تحميل تحميل صورة، انه تعمل لود على الصورة اللي انت تريد عملية تضمينها. ابدي باختيارها بهذا الشكل، اذهب الى الفورمات سنتر تو فورم هوريزونتال حتى يضع لك اياها في المنتصف تماما. على سبيل المثال هنا تقول هنا عندك الصف، هنا عندك الايميل، او مثلا العمر، هنا عندك السكن كمعلومات طبعا. الان نحددها بهذا الشكل،
ونذهب إلى الألاينمنت الخاص فيه، نجعله إلى الرايت، ثم بعد ذلك نسحبها ونضعها بهذه الصورة تماما. إذن هذه بالنسبة إلى تصميم الفورم الخاص في عملية الإضافة. نعمل الكلوز الخاص فيه، راح نقول هنا this، يعني ليس عملية إغلاق، نغلق فقط الفورم اللي موجود. فراح نقول له إيش؟ راح نقول له this dot close، هذا معناه إيش؟ اغلق لي الفورم اللي موجود عندي حاليا، يعني ليس البرنامج ككل، إنما الفورم اللي موجود عندي حاليا.